نجري بسرعه بقى. امال ماهر أمال طيب ماهر. امال ماهر تقريبا شبه تراجعت عن قرار اعتزال. طبعا لو زي ما تنبأ طارق الشناوي معانا هنا النقد الكبير. ممكن نفتكر؟ يا ريت. طيب فكرونا يا جماعه الاستاذ طارق قال ايه. امال ماهر انت قلت ان مفيش حاجه اسمها مش هتعتزل ولا حاجه، الموضوع مناوره مش اكتر. وانها ترجع مره ثانيه. مؤكد انا باكد ده كمان من خلال برنامجكم انه خلال ايام ربما تطول لاسابيع ده بالكثير قوي، لكن انا بحسبها بالايام لانه ده مش اول مره فنان كبير وناجح يعتزل على الهوى. يعني كتير شفنا اسماء كبيره من اول ام كلثوم هاني شاكر وغيرهم قدموا اعتزال نهائي وقالوا كده بنعتزل وبتاع، وبعد كده بيجي يرجع تاني للساحه الفنيه. قد تكون بتتعرض لضغوط، ما عندناش طبعا يقين نقدر نقول من هو الضاغط وما هي هذه الضغوط مباشره. ده كان جزء بنفكركم بيه. امال ماهر بقى قالت ايه؟ امال ماهر قالت انها كان عندها ظرف ليه علاقه بوفاه عمتها، وده ضغط عليها، زائد انها انفصلت عن خطيبها، فده ادى انها تاخد قرار، وبتقول بتوعد الناس انها ترجع لهم قريب وبتشكرهم على كده. فتقريبا يعني هو شبه تراجع. انا كان عندي ظرف وضغط وهرجع لكم تاني. طيب عندنا الشناوي الحقيقي عندنا